بعد ما استمعنا الأغنية آمنة الجميلة، على فكرة الرقوة كمان الحقيقة حرصت ان انا تبقى موجودة، يعني سبحان الله، لان طبعا معروف في تراثنا الاسلامي وفي السيرة الرقية النبوية الشرعية، ان طبعا سيدنا النبي لما سبحان الله قيل السيدة امين عوذيه بالواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد، فكان الدكتور جمال سلامة الحقيقة طبعا يعني قال لي ايه هنعمل رقوة، قلت له أم النبي. سبحان الله دي اهم حاجة، ده سبحان الله اللي ان شاء الله هتلاقي صداها عند البيوت كلها، لأي حد بيرقي بقى حبيبه، بيرقي الطفل بتاعه، بيرقي سبحان الله، يعني الرقوة دي الحمد لله ان شاء الله وجدت برضو كده لا دي بغت صدى جميل، وقد ايه الناس حفظها يعني. سبحان الله. بعد هذه الأغنية العظيمة آمنة، سمعت لك أرض الفيروز، وسمعت لك ام مصر ام الدنيا، ومصر ام الرجال، والله عليك يا مصر، ايه القريب من قلبك ومناسباتها ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، مصر ام الرجال دي كانت للشهيد، لان الحقيقه يعني ايه، مصر ولاده، ويعني في اي عصر من العصور تلاقي كده شهدائنا ان شاء الله عند ربنا احياء ويرزقون، فكان لابد ان انا يبقى لي بصمه برضو كده في تحيه الشهيد، فدي كان لابد ان انا كان برضو في اكتوبر. اغنيه بقى بتاعت ارض الفيروز من الاغاني اللي كنا دايما نسمعها في 25 ابريل، ما هو انت ليكي ايقونات كده حضرتك. سبحان الله، طبعا كان لابد ارض الفيروز دي طبعا، لان انا الحقيقه دايما اسارع لان انا اشوف واروح هناك في سيناء، سيناء ده ارض الله المباركه اللي ربنا تجلى فيها، في سيناء العظيمه دي اللي هي فيها ان شاء الله البركه وفيها الخير وفيها الناس الطيبه، فالحقيقه الاغنيه دي كانت كلمات الاستاذ برضو عبد السلام امين ولحن الاستاذ محمد الموجي. بالارض بالخير ولاده، والميه عندنا بزياده، نرويها تطرح سجاده، الأرض بالخير ولادة، والمية عندنا بزيادة، نرويها تطرح سجادة، ده كل رملايا شجرة ونخلايا، نسمة وضلايا، على بيتنا في أرض الفيروز، على بيتنا في أرض